بص بقى يا حبيبتي، من النهارده انا عايزك تنسي كل اللي فات. من الليله دي مفيش شغل، الليله دي بتاعتك انت بس. بجد يا رؤوف؟ بجد يا روح رؤوف. ايه هتعمل ايه؟ ما تردش، سيبه يرن. حاضر، مش هرد. طب على الاقل اشوف مين بس. ده الاستاذ هلال. فجئت. طب بص يا حبيبتي، اصلا هقولك ده بجد بقى بجد. انا لازم ارد. ليه بقى؟ الاستاذ هلال على علاقه مباشره بفؤاد باشا. لا مش فاهم طبعا. صح، لازم ترد. الو، ايه يا هلال بيه؟ ده حصل امتى الكلام ده؟ طيب 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 طيب، انا جاي لك حالا جاي لك حالا. اتفضل اتفضل، مع السلامه. اتفضل. بص يا حبيبتي، هي ساعة واحدة وهتلاقيني داخل عليكي من باب بيتنا ده. لا يا حبيبي، روح بالسلامة، شغلك أهم، شغلك أهم، روح. مش عارف ليه حاسك بتتريق يا حبيبتي. لا خالص يا حبيبي، ده شغلك ومستقبلك، وبعدين الشرطة في خدمة الشعب، تقدر تقولها لا؟ ينفع؟ مش عارف، مش مصدقك بس. لا لا لا، روح يا قطة، روح يا حبيبتي، متأخرش، يلا. طيب يا حبيبتي، رغم ان انا مقلق منك بس. طيب بعد اذنك هاخد بس، وزي ما قلت لك انا. انت قلت لي ساعة وجاي على طول. ايوه ساعة، وهاخد بس التليفون عشان هيرن تاني. يلا بسرعة، روح متأخرش. رؤوف، ايه يا حبيبتي؟ في حاجة اجيبها لك من بره؟ لا ميرسي، خد بس هدومك دي، ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. ايه دي، ايه دي، ايه دي يا صابرين؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ايه ده؟ عم علي، خش شوف جوه، ده بورصة ده ولا ايه؟ اجري ورايا، يلا يلا، موته جوه هناك. حاضر يا بيه. يا صابرين، هو ايه يا صابرين؟ ده صبري تعب مني يا اخي. صابرين ما صحش كده يا صابرين، الدنيا ليل، هتسمعي الناس حسينا اخر ليل وتفضحينا في وسط الجيران. اذا كان على الاسانسير، انا يا ستي هجيب لك شركه تصلح الاسانسير. لا يا رؤوف بيه، الاسانسير شغال والله. لا مش شغال، انت هتفهم اكتر مني. ايه الخروشه دي؟ خش شوف ايه الخروشه. حاضر، لقيت البورصه هناك. حاضر. الله، انا بقى عايزه الناس تتفرج علينا يا رؤوف. قعدت تقول اصبري يا زبرين، اصبري يا صابرين، لحد خلاص ما صبري طفش مني يا اخي. ايه ده؟ صابرين صابرين، انا طب انا اروح دلوقتي لماما ولا لا؟ ماما ايه؟ ماشي.